بيكون مزيان او بوز دو ساك تعرفي تلعبي كفرات عندك صوفي. لا ولكن حتى اللعب ديالك تعجبني صراحه. ميرسي. السلام عليكم. الله يخليك، بغيت نسولكم خويا شتي داكشي ديال عطيني النمره وباغي نتزوج ما عنديش معها. اوكي نو نو فهمتيني غلط. انا سميتي عدنان، ماناجر ديال واحد الفرقه ديال الكره بروفيسيونيل، وبغيت نعرف فين كتسكن زهره. وعلاش بسلامة بغيتي تعرف فين كتسكن زهره؟ ياك ما بغيتي تستدعيها. نو نو حاشا، بغيناها باش تلعب معنا. انا هي زهره. ما كتشبهيش للتصويره. حيت كل نهار عندي لوك جديد. بغي اللوك اللي خرجك زوين مانيفيك. صح عجبك؟ ندير لك بحاله. ممكن نكونوا بوحدنا؟ ها اللي قلنا عاوتاني، كيفاش عاوتاني نكونوا بوحدنا؟ اش هاد الهضره دكناوه؟ نو نو غير باش نهضروا على لو كونطرا ولا لونجاجمون ديالك. وي وي بيان سور، انا غنمشي، اصلا بابا كيتسناني. تيتا عافاك خذ لي واحد التصويره مع الطوموبيله، تو الا وقعت لي شي حاجه اتصلي بالبوليس. بيان سور. مرحبا. الحمد لله. حنا ديما متبعين الماتشات ديالك وكنشوفوا اللعب ديالك، وبغيناك باش تكوني معنا في الفرقه. ايوا ولكن ما جاتش، ما نقدش نخلي الفرقه ديالي. كندوي لك على شي حاجه برو، انتوما هوات. هانت هادو التيرانات ديالنا وهادو الكيران، وكنضمنوا لك الا سنيتي معنا نقدروا نبيعوك من بعد لشي فرقه في الخارج. ولكن انت عارف ما جاتش نخلي الفرقه ديالي في هذه المرحله، حيت هما معولين عليا بزاف. زهره إلا سيليتي معانا غتخلصي بهاد لو مونطو. هذا بالدرهم ولا بالريال؟ بالدولار. فكري فيها مزيان. يلا البنات يلا يلا يلا، دابا غادي نديرو واحد لونطريمون باش نرخو بها المشكل ديالنا. يلا بدا انت الاول ورينا كيفاش. انا عندي دي شيرور هنا ما يمكنش ليا. انت ديما مريض ديما. يلا يلا طلقونا طلقونا. هاك يلا البنات. يلا يلا انت خاص توصلي راسك عند ركبتك. لا زهره اش تعطينا؟ كان عندي ما يدار. لونترينمون هي الاولى. حتى شغلاتي هما الاولين. اولا مالك حجيبه؟ شنو كيحسب لك راسك؟ كيحسب لي راسي انا احسن وحده عندك في هذه الفرقه ولا؟ وانا اليوم ما بغيتش نتريني، كاين شي مشكل. زهره غادي تدور على التيران تنقول لك حبسي. لا ما بغيتش. سمعتي شنو قال؟ ما تيش عليها تلقاي بالنيرفيا استاذه، ما تيش عليها. استاذه انا واقفه لك على السبوره الكابتن الحجيبه هذه. قول لكم دور على التيران يلا. واش الواحد يزبل واحد يخلص بلاصتو؟ كمان جيرل سيتي فيري ايزي، غنديرو امشي توك فيت فين غادي نرجعو؟ واش انت ما تعرفيش تدوي بلا ما تغني؟ دوي عادي بحالنا. دوي عادي بحالنا. غادي 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 يلاه اش كتسناو؟ يلا. لا اختي لا، اليوم ساده. حتى الغدا حتى الغدا. لا 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 حتى غدا ما غاديش نكون. شوفي هادي مرتك ياك؟ صافي انا غادي نتصل بك، شكرا. هاي من الصباح حنا كنحيدو عليك، علاش ما كتجاوبيش؟ اختي ما شفتوش. مالك مقلقه؟ ما مقلقاش، غير انا صافي هادشي ديال الهوا طلع ليا في راسي. صافي ريلاكس بي كول. واخا الصراحه كابتن حجيبه حقرات علينا، ساعتين وحنا كنجريو. شوفي انا ما نكذبش عليك، هذاك السيد اللي شافني قبيله ومشيت معاه صدقت عنده واحد الفرقه واعره بروفيسيونيل، وانا ما نكذبش عليك هاد الفرصه لا تعوض. واو ام سو هابي فور يو. ثانك يو. زهره حبيبي عافاك اجي صايبه لي شعري دغيا. شنو هو؟ صايبه لي شعري زربانه عافاك. اختي ما عنديش الوقت اليوم وسدين من دابا شهر. عافاك الزهره راني زربانه. لا قلت لك لا ما غادي نصاوبلكش حيت ما عنديش الوقت، ومن دابا شهر عاد غادي نحل. بناقص. كتجري هكا عليك ليا ونتاولك. صافي ما عنديش الوقت دابا تيتا، خصني نتكونسونطرا على راسي. ولكن باقي ما سنيتيش كونطخا. لا 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 ولكن انا بالنسبه ليا صافي قررت نسني كونطخا. عافاك تيتا سد معاك الصالون. زهرة ما تقيسيش كوري الا ما تخنتيش.
على انها هي نتوما ودبري راسك معنا خصك تسخني. واش كتهضروا مع الناس بحالي برو؟ باش تجي صغيره واحد النهار انا طرات ليا صافي صافي شنو قلت لك؟ لا 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 جيبوا لي كلاصون لي كلاصون خاصنا عيط الحجيبه تاع الصبيطه حيت ليها باش يقلب لها لي كلاصون فين تما لا لا فلاشي فين دكتور الله يخليك شنو عندها عندها يد الشرير ولكن غادي تصح ان شاء الله ترجع احسن من الاول قطع اللحم اكزاكتومون قطع اللحم وشحال غادي يبقى فيها هادشي هذا ماشي بزاف شي 4 سيمانات شي ان شاء الله كيفاش مالي كان عندي واحد الطست مع واحد الفرقه اين الفرقه حجيبه نسيت ما نقول لك واحد البلان واحد بغاوني في واحد الفرقه بروفيسيونال نلعب معاهم تعطبتي عاد قلتيها لا حجيبه هكا عليها دفعه كبير على الفرقه ديالنا دفع كبير دابا صغار حجيبه باغي تلعبي في البرنابيو صدي الحجيبه بقى تابعك حربي اش حربي يا اختي نسي يا ما كتسمعيش الهضره انا ثاني يه انا اللي ما كنسمعش انا اللي كنطير انا اللي ما بغيتش نفهم انا اللي نوطس كندير في راسي هاد العجب انا اللي ما نصلح من سوا حيروني يديروا فيا ما بغيتو دابا يا الطياره يا الهبيله يا اللي راسها قاصح يا الكارثه يا المصيبه سيري تجلسي سيري ويلي ولفتيها ويلي بغات ولا واه ماشي ترى الدرجه ترى الدرجه دريات السيد راه قرب يجي اش غندير هو هذا اللي في الطابوريه نوضي نوضي بيل نوضي 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 على كليب على كليب ما سمعنيش ما سمعنيش ليني وما طيحيش السلام عليكم وعليكم السلام صافا لاباس عليك انت هو السيد اللي قالت لنا عليه الزهراء عرفتي شنو من الصباح دردك 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 وريه وريه كتنحشي تبارك الله كطير 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 وحشي رجلي قاسي لها شويه عليها بشويه عليها راه خباري بلي راك تضربتي في رجليك وي حيت الدكتور اللي كيعالج صاحبي وصفت لي الدوسي ديالك ايوا صافي هاك اختي ما بقى ما يتخبى شنو هذا وراه عارف عارف كل شيء ماشي مشكل حتى تبراي حيت انا ما يمكنليش نسيني مع العابه ديجا نضربها في رجليها والموسم راه تسالى والموسم الجاي ما نضمنش ليك ولكن طلبي زهرك انت هي الكولا اييه مزيان تري بيان وانتي قرني بوكا تزيني معنا غادي تنقصو شي شويش من اللي دام وترينيو مزيان يلا بسلامة عليكم وتهلاو في صاحبتكم ها خويا فلوس الكارديو الله يحفظك سيدي مصاصلوني هناك مشات لا كارير ديال سيدي قال لك الحمد لله انت تفكيتي كلشي داز بسلام شنو كدير هنا؟ جيت نشوف الديران اللي ما عمرني باقي غادي نلعب بصح ما عمرك غادي تلعبي فيه قد نبدا نجي نشوف البنات كيتريني نمشي بحالي حسن شكرا غادي تمشي ترتاحي يا زهرة ما كتسمعيش للطبيب عطاك 4 سيمانات ديال الراحة 4 8 ما بقاتش ماشي شي حاجة مهمة أصلا ما بقيتش غادي نلعب الكرة ما خطرة أخرى والفرقة ديالك ياك جريتي عليا ولا كاين فرق بين نجري عليك ونقول لك سيري ترتاحي حتى تبراي واجي
سمحي لي يا كابتن حجيبه شي نهار قلت عليك الادب اولا كنسحب لي انا عارفه كل شيء البنات عاودوا لي الحكايه كلها القصه وما فيها دخلوا باش سمحي لك شكرا شكرا بزاف صافي ما تبكي دابا بغيت كتبكيني معاك صافي ما بقيتش نبكي وراه سمحت لك بالصح ماشي بالكذب شكرا احنا عائله الا ضرت شي وحده انا الفرقه كلها كتضر الهبيله شكرا كابتن مرة أخرى إلا اتصلوا عليك شي فرقة صيفطيهم عندي لأنني أنا كنعرف قيمتك مزيانة شنو كتسوى يا زهرة البرصة غادي تلعب مع المغنيسيين وهذيك الفرقة فيها واحد من غير